ايه انا احب ان يبقى الاستاد فيه 40 و50 و100 الف. يعني لما بيبقى فيه اوقات لما كنا بنلعب يا ميدو لما يبقى فيه 30 40 الف ببقى متضايق داخل الملعب وانا بلعب، ايه ما فيش الا 40 الف بس. ده حاجه غريبه جدا. وبعدين ده بيتنافى مع الاهتمام الكبير من رئيس الدوله والدوله كلها بالرياضه وبالمنتخب، ويجي مثلا يبقى الجمهور عدد قليل. بس اسبابه اللي انا قلتها يعني 90% منها ان الجمهور مش واخد ان هو يروح مباريات كتير في مباراه الانديه ومباراة. والله 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 يا كابتن اسماعيل، يعني انا عندي راي في الموضوع ده وعايز اتناقش مع حضرتك فيها. موضوع ان عذوف او عزوف الجمهور المصري عن حضور مباريات المنتخب بقى واقع، ما ينفعش ان احنا نحط راسنا في الرمل ونتبالى. يعني موجود بقى خلاص موجود واقع قائم. فلازم يبقى في حلول. يعني انا لو مكان المسؤولين انظم رحلات للمدارس، الجامعات، انظم رحلات للشركات، اتوبيسات للشركات ان هي تيجي. الجنود زمان كان فيه بيبقى على عساكر بتوع العساكر موجوده مليين برضو. ده يعني لما يبقى المدرج مليان فيه 25 30 الف الجمهور بعد كده هيتشجع. ما هو انت النهارده طول ما الملعب فاضي الجمهور هيفضل ما يروحش. جمهور الكره الحقيقي اللي بيبقى موجود داخل المباريات بتاعه الانديه، وبالتالي لما بيحصل في مباراه المنتخبات بيبقى موجود. فلازم نفتح احنا الجمهور بعدد كبير في مباراه الانديه، وهتلاقي اوريدي على طول راح الجمهور طلع لمباراه المنتخب، انا متاكد مليون في الميه. ولا احنا بقينا في زمن بقى اهتمام الجمهور بالانديه غالب اكبر غالب على مخ الشباب اكبر؟ لا بس قبل كده ما كان موجود، يعني في البطولات اللي كانت بتقام في مصر كان الجمهور بيبقى مال بس ما كانش برضه جمهور الكوره. مباراه الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه الجمهور لما بيتسمح ب 40 50 ما انا قصدي هل 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 تشجيع الانديه بقى غالب على مخ الشباب؟ انا بتكلم معاك بصراحه. في جزء منه انما مع السياسه اللي موجوده دلوقتي بالنسبه للمنتخب، لو في مباريات متواصله داخل مصر وفي بطولات مهمه هتلاقي لا الجمهور هيقف. بس مع المنتخب انا شايف يا كابتن ان احنا لازم ندرس الموضوع ده. والله لازم يدرس. اقول لحضرتك موقف حصل لي انا هوريك ان الجيل اتغير ازاي. كانت بطوله نهائي بطوله افريقيا اللي قدام السنغال وكنا بنتفرج في البيت. كان 2021 بتهيألي 2021 وكنا بنتفرج في البيت عندي يعني. وكان يعني طبعا ولادي التلاتة معاهم كل واحد معاه خمس ست اصحابه، وكان عمرو دياب بيتفرج معايا على الماتش في البيت. كلهم طبعا جايين عشان عمرو دياب، جايين ايه نفسهم يتصوروا مع عمرو دياب وقاعدين بيتفرجوا على الماتش. فوجئت سرحت والماتش شغال، ماتش الفاينل بين الشوطين. فالشوط التاني بدا بقاله 10 دقائق ربع ساعه ان هم بيلعبوا كوره في الجنينه. سابوا الماتش مفيش. فطلعت لهم قلت لهم خلي بالك معظمهم لعيبه كوره يا جماعه، مصر بتلعب. قالوا لي يا عم احنا هنتفرج على الهايلايتس. قلت لهم يعني ده حاجه يعني فرديه قليله يعني مش عارف يعني استغربت جدا من ان ازاي ان ماتش مصر احنا ماتش مصر يعني انا اصل ده تعود برضو. خلي انت فاهمني روح المباراه ده تعود ومتعه. لما يبقى فيه جمهور دايما مفتوح للانديه هتلاقي انا متاكد ان هيبقى فيه